قال لك بلي راه الزلزال ملي حسيت فيه قال لك المحل كله مشوجة. قال لك هزيت ولادي وهربت، خرجت قال لك لهذاك الخلا راه هو فينا هو، قال لك بتناعس فيه، يعني حتى البلاصه اللي غينعس فيها راه ما كاينش الا الازبال هنايا، راه هو مشى مسكين عزل واحد البلاصه ونعس فيها. وراه ما جا حتى شي واحد سول يعني من في هذا الزلزال هذا، حتى شي واحد ما جا سول على هذه الفئه هذه الشريحه من السكان. ما لقاش راحته قال لك. حتى شي واحد باش يطلع على هذه الشريحه هذه، حتى شي واحد ما جا طلع عليهم. رغم الظروف اللي قاساوها وعانوها في الايام ديال في هذيك الوقت ديال الزلزال. لان كاين تشققات في المحلات وظروف لا تلائم للسكن. صافي. ديالك مزيان. هذا الموتور هو. خصوصا ان بعد هذه البيوت المجاوره لبعض البيوت داخل الدوار، من بعد الزلزال كانت هناك تشققات زادت تعمقت وتوسعت اللي ولات كتشكل خطوره على الساكن.